اديني جبتك اهو يا ستي في المكان اللي انت بتحبيه. ماشي. في ايه مالك؟ مفيش. مالك طيب، ايه اللي مضايقك؟ ولا حاجة. طب انا زعلتك في حاجة؟ طيب ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. يا خبر، يعني انا اللي مزعلك؟ معرفش. وبعدين بقى، طب ايه رأيك اجيبلك الشاورما اللي بتحبيها؟ لا مش عايزة. ليه بس؟ مفيش. استغفر الله العظيم. طب يا ستي انا اسف. اسف على ايه؟ مش عارف والله. ماشي. طب ايه رأيك اجيبلك ورد؟ لا مش عايزة منك حاجة، انا مخصماك. ايوه مخصماني. مخصماني ليه بقى؟ مفيش. يا رب ارحمني يا ست الكل. مالك، انا زعلتك في حاجة؟ لا يعني انا ما زعلتكيش في حاجة؟ لا يعني يا بنت الكلب يا واطية، بالصبح عمال اقول لك مالك مالك، تقولي ما فيش، ولو يا بوزك، وفي الاخر ما فيش حاجة. الحقوني سيبني يا حموكش. هتعمل ايه؟ هطلع روح اهلك النهاردة. ايه ده؟ في ايه هنا؟ انت ضربتها وموتها كده ليه؟ مفيش. يعني ايه يعني؟ انا مش فاهم، ضربتها ليه؟ عادي. ما تقول يا ابني ضربتها ليه وخلص. ما انت لو مهتم كنت هتعرف لوحدك. ها؟ انا مخاصمك.